السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله بالخير أوقاتكم وجمعة مباركة. مقدما الحوثي يكشف هذا الشيء المهم ويقدم عرضا جديدا لهذه الأطراف، وإلى التفاصيل. قدم قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي اليوم الخميس عرضا جديدا بشأن الوحدة اليمنية، يأتي ذلك في خطاب له كشف فيه كواليس المؤامرات التي تحيك بالبلد. وأشار الحوثي إلى أن الذي ينسجم مع هوية البلد ومصلحته هي الوحدة والتعاون ومعالجة المظالم بالعدل والإنصاف وفق مبدأ الشراكة الوطنية، مشيرا إلى أن المشكلة لم تكن في الفرقة حتى يكون الحل هو التفرقة والاختلاف، بل في تحالف العدوان الذي عمل على زرع الفرقة بين أبناء الشعب اليمني تحت عناوين عنصرية ومذهبية ومناطقية وسياسية. كما انتقد القوى اليمنية التي قال أنها استجابت للمساعي الخارجية بتمزيق البلد بدافع الأطماع أو الأحقاد. وتتزامن هذه الرسائل مع حلول الذكرى 34 للوحدة اليمنية. وفي سياق آخر، كشف قائد الثورة إحصائية غير مسبوقة لأسبوع من العمليات البحرية والجوية، وأكد السيد القائد تنفيذ 8 عمليات ضد سفن مرتبطة بالعدو الإسرائيلي وحلفائه، تم استخدام نحو 15 صاروخ باليستي فيها. أشار الحوثي إلى أن إحدى هذه العمليات تمت في البحر الأبيض المتوسط الذي دخل نطاق العمليات اليمنية مؤخرا ضمن المرحلة 4 من التصعيد، في حين تم تنفيذ بقية العمليات في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي. كما استعرض السيد الحوثي في خطابه العمليات الجوية مؤكدا إسقاط طائرتين أمريكية الصنع من نوع MQ-9، موضحا بأن إحدى تلك الطائرات تم إسقاطها في مأرب والأخرى في البيضاء. ومع أن اليمن تنفذ بشكل شبه يومي منذ قرارها الدخول على خط طوفان الأقصى نصرة لغزة في نوفمبر الماضي، إلا أن الإحصائية الأخيرة تعد الأكبر وبمعدل يفوق العملية يوميا. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.